انا عايز اقول لك على حاجه بقى، في دكتور في جامعه يابانيه ماشي، ده جميل قوي، كان بيعمل محاضرات مخصوص عشان يجيب الناس يخليها تعيط وتطلع الطاقه المكبوته. ده فين ده؟ انا عايز اروح. ده دكتور دكتور ياباني في جامعه يابانيه، لدرجه ان هم اطلقوا عليه دكتور البكاء دموع، معلم الدموع، واكدوا ان فعلا المحاضرات بتاعته دي بتخفف التوتر وبتخفف الضغط اللي على البني ادم، وتشيل الطاقه السلبيه من جسم الانسان، وده حاجه كويسه جدا. يعني احنا عندنا الموضوع بقى بالعكس، احنا بنكبت فبنخلي الطاقه السلبيه تزيد، بنخلي الضغط يزيد علينا ونبقى والمناعه بتضعف زي ما لا خلي بالكم من حاجه بقى، يعني دلوقتي الراجل الدكتور ده عامل محاضرات او ورش في الاكاديميه عنده او في الجامعه عنده ايا كان، يعني علشان خاطر الطلاب اللي بيحضروا المحاضرات دي يعيطوا ويطلعوا الطاقه السلبيه اللي جواهم، وكمان يبقى عندهم تفريغ للشحنات السلبيه، وكمان يكتسبوا طاقه جديده وطاقه ايجابيه بشكل اكبر. ده عندنا بس كمان مش في الجامعات. لا كمان بياكد الدكتور ده برضو ان انت حتى لو مش معاه في الورشه دي او في المحاضرات دي، انت لازم على الاقل حتى يعني تعيط مره في الاسبوع. متخيلين يعني انت كده المفروض يعدي عليك اسبوع كل مره، كل يوم في الاسبوع مره في الاسبوع تبقى معيط. ده مهم جدا عشان خاطر تبقى انت داخل بنفسيه مختلفه، ولو انت عندك مشاكل نفسيه تحاول تتخلص منها، او الازمات اللي هي الصعبه اللي بتمر عليك ممكن يعني تعديها بالعياط. واغلبيه البنات والستات على فكره لما بيقعوا بقى في الحته دي، يعني المشاكل اللي مش عارفين يعدوها لما بيعيطوا.